حياك الله في برنامج سينارست. في البداية لو تعرفنا من هو كاتب سيناريو؟ يعني خلنا نرجع لك لكلمة سيناريو. أصلاً هي كلمة لاتينية وإحنا أخذناها، يعني الفنانين العرب والكتاب خذوها وما زالت لليوم سيناريو اللي هو النص والكاتب سيناريست. في الـ في الـ في الأصل يعني لما تبحث عن ترجمته تلاقي أنه هو الخطة اللي يكتبها الكاتب لعرض قصة ما، أسلوب ترتيب المشاهد. ولو مثلا فرضنا كمثال أن قصة عنتر وعبلة المشهورة مثلا، هي مثلا ثلاثة أو أربعة كتاب سيناريو مثلا وكتبوا سيناريو قصة عنتر وعبلة، كل واحد منهم عنده رؤية، عند هدف من القصة في إبرازها وإظهارها، فبتلاقي صف وترتيب المشاهد والأحداث عند هذا ربما تختلف، عند هذا تختلف، عند الثالث هي خطة. وأنا أجمل ما قرأت عن موضوع السيناريو هي الخديعة الجميلة للإيقاع بالمشاهد. للإيقاع بالمشاهد. بالمشاهد. ليش الخديعة؟ لأن أنت كل همك أن يبقى هذا المتفرج، إذا حكينا عن سينما عن تلفزيون، يبقى هذا المتفرج مشدود إلى أحداثك اللي تتوالى في الـ في الـ في الفيلم السينمائي أو مثلاً في المسلسل. أسلوب الإدهاش وأسلوب إبقاء وتيرة المشاهد يعني منشد إلى هذا العمل هي هذه الحرفة اللي يمتلكها كاتب السيناريو. متى يقدم هذا المشهد؟ وين يقدم هذا المشهد؟ سواء البيئة، التوقيت. يعني لو قلت لك على سبيل المثال عندنا شخصية مهمومة شوي وتبغي تروح تختلي مع نفسها وتفكر، عادة يخطر على بالنا أنا ممكن أودي على شاطئ البحر وخلي قاعد يفكر، جو ممكن قابل للتفكير، ممكن ينزوي مثلا في غرفته ويفكر وحط له لمبة صغيرة جنبه وكذا، يعني تفكر بهالطريقة. بيجيك كاتب سيناريو غير تقليدي ويقول لك لا، أنا أبغى أسوي شيء مدهش، أنا راح أودي السوق في نص الزحمة وراح أقعد في مقهى بسيط فقير ويشرب مثلا قهوة تركش والضجيج حواليه وأبين السرحان في عينه وكذا وشغله. يعني هذه الخطط، هذه الألاعيب هي ألاعيب السيناريست اللي يبقيك دائما مشدود، والأسلوب اللي يبغي يطلع لك في هذا الفيلم أو هذه، هو مخطط ومتآمر بشكل جميل. وكل ما كان متآمر، طبعا متآمر في إطار الجمال، في إطار المتعة، كل ما كان ذكي، كل ما ورطك دائما. لأن العمل الفني يعني سواء سينما تلفزيون مسرح أي عمل فني، إذا يكتشف المشاهد من أول 10 دقائق انتهى العمل، انتهى. وهذا مو معناه يعني أنك أنت كيف تخبي الأحداث أو الظل، لا، هو الترتيب. إذن اللي نفهمه أن أساس عمل كاتب سيناريو قائم على الأفكار وعلى الفكرة. بالضبط. وأنت كتبت طبعا عدد من المسلسلات وألفت العشرات من المسرحيات، من أين تأتيك الأفكار؟ شوف، هاي العلاقة الآن بكاتب. الكاتب يعني ترى مو كل الناس كتاب، يعني في ناس اختاروا يكتبون بالشعر، في ناس اختاروا يكتبون الدراما، في ناس اختاروا يكتبون رواية وقصة، في ناس اختاروا يرسمون يعبرون عن المجتمع وعن حياتهم. الكاتب هاي وسيلته، هاي لغته. وكل ما كان الكاتب قريب يكتب من بيئته، يكتب من ما يشعر فيه، ما يحس فيه، كان أكثر صدقا. أحيانا بعض الكتاب مثلا يعطى أو يوكل بقصة، أنت عندك فكرة، عندك قصة وتقول له والله أنا عندي قصة جميلة، في مثلا قصة رومانسية ولا قصة فيها جريمة ولا قصة فيها ظلم،
وتروح تعطيه القصة. هو معايا أشياء ما حسها ما كذا بيكتبها لأنه محترف، لكن كل ما كان الكاتب أقرب للمعايشة لهذه المواضيع كان أصدق تعبيرا. أنا واحد من الناس يعني عايش في الفريج، عايش في البيت، حوالي ناس، عندي أقرباء، عندي أصدقاء، أشوف الحياة وين ما أشوفها، وين ما أروح، وين ما آي، فأتأثر يعني أتأثر كثير بأشياء. أحيانا قضاياك، حتى يعني قضاياك في محيطك العربي، في محيطك الخليجي، ذاكرتك اللي ورثتها مثلا من آبائك وأجدادك، تاريخ مثل ما نسميه، مجتمع عاداته وتقاليده، وكل هذا هو مخزون، بالإضافة إلى ما تقرأ، إلى ما تشاهد. يعني أنا ما أتخيل يعني كاتب مثلا غير قارئ جيد للرواية، غير قارئ جيد للقصة، غير هذا ضروري. يعني هو غذاء، صح، يعني هو غذاء وحصيلة علمية ومعرفية وإنسانية كذلك. صحيح. لكاتب سيناريو لازم يتزود بها من خلال قراءة هذه الكتب. طيب، في هناك إشكالية اليوم، يمكن كاتب سيناريست يقول أنا أكتب نص لكن ما أحصل منتجين ينتجون هذا العمل، وأنت بحكم أنك أنت كذلك منتج، فشو الإشكالية اللي تيك من الكتاب المبتدئين؟ يعني خلني أقول لك الآن، خلني أجل شوية موضوع المستوى. الآن إذا كاتب مبتدئ ما راح منتج مثلا متمرس ويقول أنا راح أغامر بالكاتب المبتدئ، ولا عند المنتج وقت، لأنه أوكي حلو جميل السيناريو راح نودي عنده شخص يصلحه ويعدل لك وكذا. المنتجين عندنا ما عندهم نفس للرعاية، عندهم توجهات بأننا نحتوي كتاب جدد، لكن أيضا إذا ما كان بعد يعني يمتلك أدنى الأدوات، مشكلة أنك أنت ما بتفتح مدرسة تعلم. هذا من ناحية إذا كان هذا الكاتب اللي كاتب أول مرة توه مبتدئ ويبغي يتعلم. في كتاب كتبوا لأول مرة وعملوا أعمال رائعة، لأن عندهم الموهبة، عندهم الأدوات، وكتبوا بشكل جيد. وبالتالي المنتج هذا، المنتج دائما خوفه، المنتج حسبة أرقام، حسبة فلوس. أنا بأخذ هذا السيناريو ربما يكون شوي، أحيانا خلنا أقول لك بالذات عن الشباب يشطحون، كاتب سيناريو عايش خياله في الورق، ويفتح يفتح يفتح عادي، يوديك 6-7 بلدان مثلا تسافر وترجع، تروح المطار وترجع، تروح ما أدري وين وترجع، حوادث سيارات، حوادث ما أدري. يجي المنتج يقول لك لا لا لا، هذا كل فلوس، فأنا هالسيناريو ثقيل ما خل على جنب. اليوم يمكن يقول كاتب سيناريست أني أنا أكتب النص وأوديه للمنتج، وبعدين أتفاجأ أن اللي أنا كاتب إنه غير عن اللي أشوفه في الشاشة تماما. برأيك ما السبب؟ أنا أعتقد اللي يتنازل له الدرجة، يعني ممكن الكاتب يعمل بعض التنازلات. نحن نسوي تنازلات مثلا، بس سوي تنازلات مو مع المنتج، سوي تنازلات مع المحطة اللي خذت العمل، لأن على المحطة لشروط احيانا. يعني انا في مسلسل اللي نحبهم الاخير، قبل الشغل جت ملاحظه على شخصيه، ان هاي الشخصيه هي اجنبيه، هم التلفزيون يرى ان ما تكون من هالبلد، تكون من هالبلد، ما راح اذكر اسماء، يعني ما تكون من هالبلد الاجنبي، لا تكون من هذا البلد الاجنبي، عندهم رؤيه خاصه. أنا باني ما يقارب 66 مشهد مكتوبات داخل الشغل، مبني على المكان وعلى لهجتها الشخصية هذه وعلى ثقافتها. فاضطريت أقعد يومين لنسف 60 مشهد، 66، وإعادة كتابتهم بثقافة الشخصية الجديدة، فقط متغير البلدان. وهذا أمر يرجع للمحطة، يعني هي المحطة اللي منتج العمل وترى بهالطريقة. لكن إذا منتج أوقع مع عقد وأقول له لا هذا العمل كذي، ما أقبل لسبب واحد، لأن أنت تخاف من تغيير المحتوى الفكري.
أول مسلسل كتبته مسلسل أيامنا، وهالمسلسل عرض على قناة سما دبي. بنتحدث طبعا عن المسلسل وطريقة كتابتك للمسلسل، لكن بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين، فاصل ونواصل مع مرعي الحليان. بتظهر له عصبة شوي شوي. ترى هو دوم يقول لي دحني في ظهري بقوة. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ها ها أبوي، حد يصير يبطل الباب؟ أبوكم جاي. أوي يدي خرف. طبي عاد يدي، اليوم الأربعة وأبوي يرجع من الشغل يوم الخميس. بلاكم انتو، حد فيكم يقوم يبطل الباب؟ ابوي الحمد لله على السلامة، شقيت اليوم؟ رخصوني. الحمد لله على السلامة يا اخوي. انت بتم ويانا 3 أيام الاجازة؟ لا بتم وياكم اجازة طويلة. خلود الله، ابوي عطوا اجازة السنوية. أبوي ودني الدراجات، الله يخليك ودني الدراجات. خلود، خلي أبوك فقير توياي من الجزيرة تعبان. مساك الله بالخير يا أبو صالح، بلا وجهك شي. لا سلام على الطعام، تفضل مد يدك. لا بسير استريح شوي. فكرة هالمسلسل من وين جت الفكرة؟ تدري أن يعني إدارة قناة سما دبي هي كانت السبب في أني أروح أنا أكتب للتلفزيون. أنا كنت صحفي في جريدة البيان، كنت عندي عمود يومي أتناول فيه الأحداث اليومية في المجتمع، وكان على أيامها يعني مسؤول قناة سما دبي الأستاذ عبد اللطيف القرقاوي، وما أدري الظاهر عندهم هم في الإدارة هناك تآمروا أن مرعي يكتب أشياء اجتماعية كل يوم، وهاي الأعمدة إحنا نقراها ممكن كل عمود يتحول إلى حلقة. فاتصلوا فيني أبوني التلفزيون، قال لي أنت تكتب العمود هاي، لو جمعنا 30 عمود مثلاً وخذنا قضاياهم وتحولت إلى حلقات تلفزيون، إيش رأيك؟ واحنا مستعدين نتبنى. فترددت، يا جماعة أنا أكتب مسرح، أنا أكتب أوكي صحافة كذا، لكن التلفزيون ويعرس وأكتب مشاهد وأكتب سيناريو وأكتب حركة كاميرا وأكتب كذا، خلوني بعيد. رجع مرة ثانية بعد زنوا على الموضوع، فقعدت قلت في خاطري أبدأ من وين؟ خلنا أبدأ من فريج، يعني بتكلم عن حال فريج من فرجاننا هني في المجتمع، فريج اللي فيه الجيران واللي فيه اليد وفيه الأبو وفيه الأم وفيه الأخت، وفيه خباز الفريج عباس، وفيه أبو نضال الفلسطيني، لأن الشخصية الفلسطينية عايش معنا من سنين في, 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 في يعني فرجاننا حتى أيام الثمانينات، والهاي موجودة يعني. وأبو نضال اللي أنا أتذكر يعني الفلسطيني اللي كان عنده، كان يمر علينا فريج المرار، كان عنده باص صغير وكان مكتوب عليه ألبان دبي، وكان يلف المغربي ونقول أوه وصل الروب، وصل اللبن، وصل. وأتذكر هاي الشخصية زي ما زي، بس قلت أوكي الحين ما في هالأيام لو كتبت أن هاي الشخصية ما في هذا الباص اللي يلف الفرجان، خلاص أسوي له محل يبيع زيت زيتون، يبيع من الضفة، يبيع من كذا، الشخصية الفلسطينية اللي موجودة في مجتمع الإمارات. أول 3 حلقات كتبتهم رحت التلفزيون، أنا رايح أرجف عند أستاذ عبد اللطيف، قدمت للهاي وشرت. بعد يومين الكلام مختلف، نحن شيء مهم حلو جميل استمتعنا بالحلقات، كمل كذا إلين ورطوني وقعوا ياي عقد واستوى أيامنا. طيب اليوم من خلال الفكاهة والنص الفكاهي، كيف يستطيع الكاتب
علاج القضايا الاجتماعية. يعني كثير نشوف أنت كتبت مسلسلات ومسرحيات، كيف عالجت القضايا الاجتماعية؟ اللي شوف الكوميديا هي أسلوب تهكم، والإنسان ابتدع في حياته ابتدع النكت اللي يتهكم مما حوله. أحياناً لما ما يقدر الإنسان يغير شيء فيقوم يتهكم عليه، يصغره، خلنا نقول يهزئه، يضحك الناس عليه، علشان لأنه هو أي نوع من المقاومة. والضحك يعني مقاومة الأشياء السالبة. المسرح والفن لما بدأ في المعابد، بدأ وعظ، لما تطور بعدين صار الوعاظ يستعينون ببعض المؤدين علشان يرون الناس الخير والشر وكذا، كان وعظي. وبالتالي المأساة والدراما، أسلوب الدراما دائما رايح للوعظ. صحيح. أكثر ورايح للمشاعر. الدراما مشاعر القلب والعاطفة والدنيا والكذا، الكوميديا لا، الكوميديا العقل. أنت لك باع طويل طبعا في كتابة العشرات من المسرحيات، بنتحدث بعد الفاصل عن الكتابة المسرحية والفرق بينها وبين كتابة المسلسلات أو الأفلام. أعزائي المشاهدين، إذن فاصل ونواصل مع مرعي الحليان. الكتابة المسرحية، لو تحدثنا عن أساسيات هاي الكتابة. ربما الرواية قائمة على السرد، قائمة على ممكن تتحمل التاريخ، تتحمل جزء من خلنا نسميه الديالوج أو الحوار شوي بعض الأحيان، فيها بناء شخصيات، لكن هي معتمدة على السرد وعلى أساليب الفنية للسرد. وبالتالي الروائي القوي هو السريد القوي أو الحكاء القوي، وبالتالي ونفس الشيء بالنسبة للقصة القصيرة. في المسرح الفعل، لأن أنت أمام الناس وتعرض حدث، وهذا الحدث مرتبط بزمان ومكان وبشخصيات. زمن المسرح عنده إشكالية بين الزمن الواقعي والزمن الافتراضي. صحيح. الزمن الواقعي هو زمن حدود المسرحية من بداية لنهايته، خلنا نقول مثلا ساعة، ساعة ونص. الزمن اللي داخل المسرحية يمكن يمتد على عشر سنوات مثلا. وبالتالي أنت تتعامل مع تكنيك زمن في ساعة ونص. صحيح. تتعامل مع تكنيك مكان في مساحة واحدة. في المسرح ما تقدر مثلا تروح وترجع، لنفترض مسرحية فيها سوق، ممكن تروح للسوق وترجع، تروح للبيت وترجع السوق، ممكن مرتين تمشي، ممكن ثلاث مرات تمشي، لكن مو مثل التلفزيون. أنا ممكن بكل شوية رايح السوق وراجع، مشهد في السوق وراجع، يصير مونوتون. لغة المسرح لغة اختزال. صحيح. اختزال بدرجة كثير عالية، اختزال للزمن، اختزال للحالات، اختزال سموها دائما لغة تكثيف. وبالتالي كاتب المسرح لغته تختلف عن الروائي، تختلف عن القصاص، اختلف حتى عن كاتب السينما والدراما. الجملة على المسرح لازم تكون محملة كثير بأشياء، لأن ما يسعف كل وقت للمقدمات، ما يسعف كل وقت للتبريرات. صحيح. الممثل هذا راح يقول، لذلك دائما نقول احنا في المسرح الكلمة مثل الرصاصة، أو بالأجمل يعني بمنطق الجمال الكلمة مثل الجوهرة. صحيح. على المسرح كتاب المسرح تلاقيهم أكثر تكثيف، أكثر ميلا للشعر. كان قبل يعني في التاريخ كاتب المسرح ما يسمى كاتب ولا مؤلف، كان يسمى الشاعر، مثل شكسبير طبعا. بالضبط. وعلى هذيك الأيام كان يسمى الشاعر، والشعار هم اللي كانوا يكتبون مسرح. صحيح. لأن اللغة المسرح يحتاج إلى هذه اللغة المكثفة المحملة بالدلالات، المختزلة للزمان والمكان والوقت. صحيح. يعني أنت لما شخصية عندك تقول هذه الشخصية راح تسمع كلام، راح تحزن ثم تبكي ثم تنهار ثم مثلا تسقط،
في 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 الفنون الأخرى تقدر في الرواية تمشي فيها 20 صفحة 30 صفحة. وبالتالي هاي فنيات الكتابة للمسرح. فنيات الكتابة المسرحية. وأنت كذلك لك مسرحية بنيت فيها أحداثها على رواية عالمية، رواية اللؤلؤة. اللؤلؤة لشتاينبيك. طيب المسرحية هاي أو هاي الرواية تغيرت فيها في الأحداث وبنيت أحداثها. أكيد. مثل ما قلت لك، لأن تحويل رواية إلى مسرح يحتاج تتواجه ما بين الامتداد والمساحة المفتوحة في الرواية والكذا إلى أن تكتبها على هالستيج في هذا المختصر في ساعة تختزل فيه. حذفت شخصيات، ضفت شخصيات من عندي. رواية شتانبيك رواية تتكلم عن الطبقية بشكل صارخ. صحيح. وتتكلم عن موضوع الجبروت، لما يكون واحد يمسك مصائر الناس ويتحكم فيها. وقدمت وهي طبعا تتكلم عن مجتمع في المكسيك، مجتمع عايشين على صيد اللؤلؤ. فأنا لما يتقرأ، وانت عندك تحدي كبير ان كيف تحولها من مجتمع المكسيكي الى المجتمع بالضبط المحلي. بالضبط. انت راح تكون الحين امام لهجه محليه، راح تكون امام معادل موضوعي. صحيح. للعادات والتقاليد اللي هي موجوده في الغرب غير موجوده في مجتمع الخليجي مثلا. فتبغي تعمل معادلات هني، انا هناك هي عن اللؤلؤ، هني ابغي احطها ايام اللؤلؤ والغوص وكذا. فالبحث عن معادلات موضوعية من مجتمع لمجتمع، هذا أيضا يدخل في جانب أنك أحيانا الكاتب ربما يعد مسرحية عن رواية لكن يحتاج إلى تأليف جزء منه، لأن لازم تهرب من الرواية لأجل أن تخلق أفعال وأحداث على المسرح. وماذا عن مسرح الطفل؟ كذلك لك ما شاء الله مسرحيات كثيرة كتبتها للأطفال. مسرح الطفل بديت أكتب وأنتج، يعني كثير من الأعمال أنتجتها شخصياً يعني، وبعضها عن طريق فرق مسرحية. قدمت الكثير في مسرح الطفل، يعني يمكن هو مسرح الطفل خد مني أكثر جانب فني من الجوانب الأخرى. ودائماً حتى يعني المنتجين يقولوا لي بس يا مرعيخ تعال على الدراما، تعال على الدراما، خلاص بس مسرح. لكن ما أقدر أقاومه يعني، لأن يعني أدهش لحظة هي لما ينتهي العرض وتشوف صالة الأطفال، ينتقلون الأطفال كلهم للستيج ويتلمسون الممثلين اللي كانوا مثل خيالات قدامهم ويصورون وياهم وكذا، وتشوف فرحتهم جميلة. مرعي، هل أنت راضي عن صناعة الدراما في دولة الإمارات؟ احنا بس لو يصير في استراتيجية ثابتة لدى المحطات الفضائية عندنا الامور بتكون بخير. لكن اللي حاصل احيانا تتحمس القناة بشكل كبير للدراما، تنتج 3-4 اعمال في السنة، تحرك المياه الراكدة في الساحة الفنية. احيانا يخبو هذا الحماس وتلاقي الحين صار لنا 4 سنوات الانتاج ضعيف، عمل واحد في دبي، عمل واحد في أبوظبي، عملين، يعني نتاج قليل جدا. فيما في السابق كان في يعني ثورة في الصناعة، دبي تطرح 3-4 أعمال في السنة محلية، أبوظبي تطرح 3-4، لدرجة أحيانا يعني تصير ضرابة بين المنتجين في أن هذا الممثل أنا أبغيه هنا، لا هذا ما يروح هناك، لا هذا. وصلنا لمرحلة من المراحل كنا يعني منتعشين دراميا. بعدها خبت المسألة، وأعتقد أنه لأنه عدم وجود استراتيجية ثابتة، كل إدارة تأتي إلى جديدة تغير المنهج، وبالتالي تحس بها التذبذب، مرة يرتفع المعدل جيد ومرة ينخفض، وهذا مؤثر بشكل سلبي علينا. أستاذ مرعي، شاكر لك شكر جزيل على إثرائك لهذه الحلقة وعرضك لنماذج من الكتابات اللي كتبتها سواء في المسرح أو في المسلسلات. يعطيك العافية وشاكر لك شكر جزيل على هذه المعلومات. وأنا بعد شاكركم أنكم خصصتوا برنامج عن كتاب السيناريو في الإمارات، وأنا أعتقد في عندنا كتاب رائعين، وأتمنى أن هالبرنامج إن شاء الله يغطيهم كلهم.
وهذا شيء مفرح. الله يعطيك الصحة والعافية، ونحن كذلك شاكرين لك على هاي المعلومات الثرية. بعد ما شاهدنا وياكم تجربة مرحي الحليان الغزيرة في المسرح والمسلسلات والأفلام، وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة، وتقبلوا تحيات فريق عمل برنامج سينارست، وفي الحلقة القادمة ضيف يحكي عن تجربته وطريقة كتابته للنصوص السينمائية.